صباح النور، صباح الخير، صباح النشاط الحيوية والطاقة الإيجابية. أحبابي أحباب جالي جوجو شان، توحشتكم بزاف بزاف بزاف. اكذب علي اكذب علي اكذب علي. أحبابي كي صبحتوا كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. طبيعة الحال غبرت عليكم مبارح، ما كانش الصباحية ديال البارح لأنه كان المانع خير والحمد لله. أنا معكم اليوم. اكذب علي اكذب علي اكذب علي وحياة عينيك. كنتمنى تكون فقتو مرتاحين ناشطين ماشطين زوينين غزالين، هما هادوك متفائلين بالخير كوم توجور. اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسه. نصيحة ديال اليوم أحبابي تتعلق بغسيل الأواني أو البرودوي باش كنغسلو المان. بطبيعة الحال كنعرفو أنهم كيحتويو على مواد حافظة ومضرة جدا للبشرة ديال اليدين. سيداتي بطبيعة الحال باش نتفاداو هاد المشكل عندي لك الحل. همسة أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك واكذب عليك. الحل حبيباتي وهو انك تاخذي هذاك البرودوي القرعه ديال السائل باش كتغسلي الماء ديالك وتزيدي فيه واحد الكميه ديال الخل اللي كتراوح ما بين 3 المعالق حتى 5 المعالق ديال الخل وتحركيه مزيان هكا وكيبقى يروي وكلشي، يعني ما يوقع فيه حتى شي مشكل من ناحيه التكستور او التركيبه ديالو، الا انه غادي يولي مزيان في الاستعمال ديالو على يديك وهكا تحافظي على يديك. انا ايه واختار لي بري وانا رسي علي امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بري. وكذلك الاواني اللي تصل بهم هذاك البرودوي غادي يكون كيحيد بسرعه ملي تنغسلوا الاواني، حتى نورمالمون ما كانش مزيون فيه الخل واخا كنغسلوهم كيبانوا نقيين زوينين ولكن كتبقى فيهم نسبه ديال المواد توكسيك او المواد الحافظه السامه اللي كاينه في هذاك البرودوي باش كنغسلوا المعن. كتاخذ واحد الوقت ديال 3 4 5 سوايع وهذا ملي سورتو ملي كتحط فيهم ثاني الماكله سخونه كتعاود بحال كتاكتيفيه. اذا الا درتي هذه الطريقه هذه غتكوني في امان على ليدياتك وعلى الاواني ديالك ووليداتك بيان سور ومولا دارك تهلاي فيهم. كنتمنى لكم ان تري بون جورني وكنتمنى نكون فدتكم حبايبي في امان الله. انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي. انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي. قول يا حبيبي قول يا حبيبي.